بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم دلوقتي عن حركة الاتحاد الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. بعد ما أبو بكر الصديق طلع على حركة الردة وبدأت إيه الدولة الإسلامية الصغرى، بدأت بقى توجه للرسالة الكبرى وهي نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. فبنشوف في الجزئية دي أو في الفلوس دي الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. الأول بس ما احنا متذكرين كده مع بعض اللي هم الخلفاء الراشدين اللي هنتكلم عليهم. هنتكلم عن الخليفة أبو بكر الصديق، بعد كده الخليفة عمر بن الخطاب، ثم الخليفة عثمان بن عفان، ثم الخليفة علي بن أبي طالب. هم دول الخلفاء الراشدين بتوعنا اللي هنتكلم عليهم. طيب بنلاقي كل واحد من الأربعة دول هيبقى ليه دور، ما عدا الخليفة الرابع اللي هو علي بن أبي طالب. مفيش فتوحات إسلامية هتتم في عهده هنعرف فيه دلوقتي. طيب نمسك أول حاجة حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة أبو بكر الصديق. بيقول لي بدأت حركة الفتوحات ببلاد العراق وبداية بلاد الشام. مثلا بدأت الحرب بفتح بلاد العراق وبلاد الشام. وسيدنا أبو بكر الصديق استمر في الخلافة سنتين ثم توفاه الله فبيتولى، عشان كده بداية الفتوحات بتاعته مش كتير، دول بدايات بس. بداية فتح العراق ما فتحهاش كلها، بدايات، وفتح بداية فتح الشام. ثم جاء الخليفة عمر بن الخطاب واستكمل بقية فتح العراق وجزء من بلاد فارس وفتح الشام كلها. وفتح مصر لحد برضه ده الخليفة عمر بن الخطاب. ثم جاء الخليفة عثمان بن عفان استطاع أن يوارث الحرب الفتوحات الإسلامية، فوصل شرقا إلى بلاد فارس، ووصل غربا إلى إفريقيا اللي هي تونس، ووصل شمالا إلى أرمينيا، ووصل جنوبا إلى بلاد النوبة. ثم توقفت حرب الفتوحات في عهد الخليفة علي بن أبي طالب بسبب الفتنة التي حدثت بين المسلمين مع مقتل سيدنا عثمان بن عفان والانقسامات التي تمت بين المسلمين. لذلك توقفت حركة الفتوحات في عهد الخليفة علي بن أبي طالب. نبدأ أول حاجة بالفتوحات اللي تمت في عهد عمر أبو بكر الصديق في بلاد العراق. نبدأ الأول بالفتوحات في بلاد المشرق، العراق بقى وبلاد فارس والجزء بلاد سيدنا أبو بكر الصديق. أرسل خالد بن الوليد قائد الجيوش في فتح العراق وأرسله للكوفة، فاستطاع خالد بن الوليد فتح أكثر من نصف العراق دون أن يجبر أحد على الدخول في الإسلام. ثم صدر الأوامر لخالد بن الوليد بالتوجه إلى بلاد الشام لمعارك المسلمين في فتح بلاد الشام ضد الروم. طيب ده مين؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق. تم معاهده فتح الكوفة وبداية العراق، ثم صدرت الأوامر لخالد الوليد أن يتوجه إلى الشام عشان يساعد الجيوش الإسلامية في فتح الشام. ثم جاء بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب. استكمل فتح الشام من خلال عدة معارك. استكمل فتح العراق من خلال عدة معارك زي معركة القادسية، معركة ذات السلاسل، وفتح البناء المعينة. فبنلاقي أول حاجة هنا إن سيدنا أو عمر بن الخطاب في معركة اسمها معركة القادسية بعت الجيوش الإسلامية عشان تفتح العراق تاني. اللي إحنا بنقول عليها حدوث موجة من الفتوحات الإسلامية للعراق مرة أخرى. ليه؟ قال لي بسبب تعرض المسلمين في العراق لهجوم من الفرس افقدهم ما فتحوه على يد خالد بن الوليد. تاني يبقى اصلا في بدايه الفتوحات الاسلاميه سيدنا ابو بكر بدا يفتح بدايه العراق، وبعد كده لقينا الفرس اللي كانوا بيحكموا العراق وبلاد فارس، الفرس دول عملوا هجمه على المسلمين في الكوفه فاخذوا ما فتحه المسلمين على يد خالد ابن الوليد. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب بدأ يعمل الموجة الثانية لفتح بلاد العراق. طيب في موقعنا
15 هجرية بين المسلمين وبين الفرس. المسلمين بقيادة سيدنا سعد ابن أبي وقاص، والفرس بقيادة كسرى الفرس وملك الفرس. انتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين. هذه أول نتيجة. النتيجة الثانية، انتقلت الحدود بين الدولة الإسلامية وبلاد فارس أو الفرس إلى جبال زرقس. يعني هم كانوا بيفصل بيننا وبينهم جبال زرقس، فهذه المعركة عدينا كمان جبال زرقس، يعني أصبحت تحت إيد المسلمين. منطقة الحدود الفارسية بين أو الحدود بين الدولة الإسلامية وبلاد الفرس إلى ما بعد جبال زرقس. بعد كده في معركة تانية اسمها فتح المدائن عام 16 هجري. أهم حاجة في المعارك دي فتح المدائن 16 هجرية. طيب فتح المدائن دي في عهد الخليفة مين؟ الخليفة عمر ابن الخطاب. فالقادسية برضه في عهد عمر بن الخطاب. المعركة دي بين مين؟ بين الفرس وبين المسلمين. المسلمين بقيادة سعد ابن أبي وقاص، والفرس بقيادة كسرى الفرس. انتهت الموقعة بانتصار المسلمين بعد ان حاصروا القصر الابيض لمدة شهرين. حاصروا المدائن او القصر الابيض لمدة شهرين، وبعد كده دخل المسلمين هذا القصر واتخذها المسلمين وصلى لهم، اخذوه جامع، اكنه جامع يصلي فيه. ثم هرب مصر وترك كثير من امتعته. فأمر سيدنا عثمان سيدنا سعد بن أبي وقاص بجمع هذه الأشياء، ثم أرسلها إلى الخليفة عمر بن الخطاب. وبعد ذلك أمر سعد بن أبي وقاص جنوده بمتابعة الفرس في بقية البلدان. المدائن دي أهميتها، المدائن دي هي عاصمة الفرس. هذه المدينة العاصمة، فلما يتم سقوط العاصمة يتعصب بين المسلمين. يبقى باختصار كده فتح المدائن، المعركة دي كانت بين الفرس وبين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص. انتهت المعركة بانتصار المسلمين ودخول المسلمين القصر الأبيض واتخذوه مصلى للمسلمين، ثم متابعة الفرس في كثير من الأماكن وفتح باقي البلدان. طيب هنا بقى في موقف جميل جدا، بتشوف إن لما أرسل سعد بن أبي وقاص لبشائر النصر إلى المدينة، بشائر النصر اللي هي الأمتعة والحاجات اللي بيسموها كسرى الفرس، اللي هو التاج بتاعه بيوسع بالألماس والأساور، الصور بتاعه اللي بيسموها البسة في إيديه اللي هي برضه موسعة بالألماس، وبعتهم إلى مين؟ إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة. فكل حاجة كاملة، التاج بعدد الفصوص اللي فيه، الأساور والحاجات دي كلها. طبعا بعض ملابسه. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول عندما اتى تاج كسرى وثيابه وصوره وغنمات تلقاها الفرس، نظر عمر بن الخطاب الى الغنائم وقال ان قوم اتوا هذا الحصار، يعني بعد الامانه دي زي ما هي، كان ممكن واحد ياخد حاجه يحطها في جيبه ومحدش عارف حاجه ومحدش شايف حاجه، لكن هم عندهم امانه. فبيقول ان قوم اتوا
عشان تعرف نفسك عن الحرام، فالرعيه بتاعتك هي كمان بتعمل زيه. يعني لو انت كنت بتسرق فهم هيسرقوا، لكن انت راجل بتخاف ربنا وما بتسرقش اي حاجه فهم بيعملوا زيك بالظبط. ولو رضعت ورضعوا، لو انت بقى بتسرق وبتنهب فكره هم كمان ايه؟ عملوا زيك. ثم نادى بعد كده صراخه بن مالك وقال قول الله اكبر، فقال الله اكبر، قال له خذ سوار كسرى. يقول لي وقال قل الله اكبر، فقال الله اكبر، ثم قال الحمد لله الذي سلبها كسرى على الاساوه دي ابن هرمز والبسها صراخه بن مالك وادها لصراخه، لان الاساوه دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ صراخه بن مالك اثناء الهجره ان هو يخفي النبأ ان هو شافه او خط السر بتاعه وهيجده سوار كسرى. فالرسول مات ولسه صراخه بل لسه سوار كسرى. فعشان كده لما عمر بن الخطاب جات له السوار بتاع كسرى ادها لصراخه بن مالك زي ما كان وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بنكمل بقيه الفتوحات. نهاوند مدينة اسمها نهاوند اللي هم بيسموها فتح الفتوحات.